السلام عليكم متابعينا وحياكم الله من استوديو صيف البحرين. صبح عليكم بالخير مشاهدينا في حلقة يوم الاثنين، وقبلها اكيد عندنا فقرات متنوعه، لكن قبلها ارحب بزميلتي ايمان. صباح الخير. مرحبا، صباح النور. اكيد صباح الخير على كل متابعينا ومشاهدينا في صيف البحرين. اليوم عندك خبر حمد، انا متحمسه اقوله حق المشاهدين. اول فندق ايمان مطلي بالذهب في فيتنام. طبعا فيتنام الحين بدات يعني تتطور وصار فيها عمران جديد وهالامور هذه كلها، لكن فندق مطلي بالذهب، يعني تقوم الصبح الكوفي الكوب من ذهب، الكوب من ذهب تخيلين، والباب من ذهب، والباب والسرير بس تتسبح بس بالذهب. اللي انا يمكن يعني استغربت منه حمد في الخبر، وانت من ساعه تراويني اياه قاعده اشوف انه مكتوب ان اصحاب الفندق يعني ضامنين نجاحه وضامنين ان الفندق راح يكون يعني جدا معروف مع هذه الاجواء اللي قاعد نمر فيها. ظاهر الحجر المنزلي بيخليهم يطلعون يسوون اي شيء كلهم، يعني ذهب فضه الماس وايد. احنا بنشوف ان شاء الله على السنه الجايه شلون هالفندق فعلا لزوار. لا وقيمته $250 في الليله، يعني مبلغ مو شوي، بس يعني بعد معقول بالنسبه لهم هم في فيتنام، مبلغ وايد عود. لكن الناس ما قلتي عندهم ثقه انه خلاص فول بوك. بس هم بعد كاتبين يستقطبون يمكن ذوي الدخل المحدود وذوي الدخل يمكن العالي، يعني يمكن. بس انت بتروحين لو تحسين انه بيفرق ان انت عندك ذهب ولا لا؟ والله ما يفرق، يعتمد على الفيو. السرير مريح يعني. انا بالنسبه لي اهم شيء المكان نظيف والفيو حلو، يعني المنطقه حلوه. يعني هذه كانت اكيد الفقره اللي قالها لي حمد قبلها، وقلنا لازم ان شاء الله نعطيكم اياها المعلومه. في البدايه اكيد حابين نفتتح حلقتنا مع الفن والرسم. معنا شابه بحرينيه حبت وعشقت الفن منذ الصغر، شاركت في العديد من المعارض والمسابقات في البحرين وخارجها، وحصلت ايضا على العديد من الجوائز وابرزها جائزه سمو الشيخ ناصر بن حمد العالميه للابداع الشبابي في 2018، الفنانه البحرينيه نور حماده. صبحت الله بالخير، يا هلا ويا مرحبا فيك. صباح الخير. صباح النور. اهلين، يا هلا فيك. اليوم طبعا في البدايه قبل ان نبتدي في الاسئله، صوره جلاله الملك هي احلى شيء اليوم في الحلقه. الله يحفظها. الله يحفظها لنا ان شاء الله. كلميني اول شيء عن شغفك وحبك للرسم في البدايه. طبعا حبي للرسم كان منذ الصغر، يعني من مسكت القلم وانا ارسم في الحياه. طبعا هذه من الرسمات اللي بديت ارسم فيها. هاي طبعا كانت في الصف الثاني. ما شاء الله البدايات في الفرق. هاي الصف الثاني. صف الرابع قرروا ان يعني معلمه المواهب في المدرسه شافت ان عندي هاي الموهبه، فودتني مركز رعاية الطلبه الموهوبين، وهناك يعني طورت وصقلت هاي الموهبه اكثر واكثر. طبعا كل هاي تحت ايد الاستاذه زينب راشد السوار، كان لها الفضل في اني اوصل لهاي المستوى من الرسم. جربت وايد تكنيكات في حياتي ما استخدمتها، وتعلمت اشياء جديده ساعدتني اني اوصل لهاي المستوى من الرسم. ما شاء الله، يعني انت فعلا موهوبه. يعني نور مثل ما قاعد تشوف اللوحات الموجوده عندنا في الاستديو، انت ما شاء الله يمكن اشتهرتي برسم الكاريكاتير اكثر، وما شاء الله عندك ايضا يمكن انواع مختلفه من الرسم والفن، لكن اليوم شنو راح ترسمي لنا باللوحه اللي وراك؟ اليوم برسم رسم واقعي تقريبا، واقعي وتجريدي ماكس، برسم فيه صقر. صقر. اي نعم. خلينا نشوف اليوم شلون بتبتدين الرسمه. لازم لازم. بس ما شاء الله حمد، يعني اللوحات جميله جميله وايد حلوه، يعني فيها ابتكار، خصوصا في مره اذا تبين هذه الصوره اللي تحت. شيء تركيب في شياره على انسان، يعني شلون فكرتي فيها ذي؟ يعني كنت قاعده وما ادري شنو ارسم. شنو يعني شلون جيتك الالهام انك انت مثلا تقولين والله هذه الحين برسمها؟ يعني جاتني فكره ان ارسم عن الحريه مثلا. اوكي، فالطير هو رمز الحريه. صح. اي صح، في طير فوق موجود وجناح ورا. اي نعم. الحين راح ترسمي لنا ان شاء الله صقر، راح نبتدي نشوف معاك اللوحه. طبعا عشان اجهز اللوحه لازم ارشها بالماي عشان يسهل علي حركه الفرشاه. هذه معلومة جديدة بالنسبة لي. هاي اي تكنيك ما حد يستخدم، يعني اكتشفته وانا ارسم لوحة اوردر، فكانت عندي مشكلة ان الفرشة قاعدة تقطع واللون يعني كل شوي اخذ لون كل شوي اخذ لون، فاكتشفت هاي التكنيك عشان تسهل عملية الدمج والحركة في الفرشة. حلو. طب استخدم اللون الذهبي الحين وبخلط شوي بني عشان احط الخلفية. حلو. شنو اصعب شيء عندك؟ واصل واصل، يعني ما ابي اقاطعك عشان يعني عادي نسولف وانت ترسمين. يعني شنو اصعب شيء، التلوين عندك ولا تحديد للرسم؟ شنو اصعب شيء كفنان؟
صراحة الرسم أصعب شيء في مرحلة إن أكون لوحة. الرسم عندي أصعب شيء لأن النسب شوي تختلف، يعني صعب إن نضبطها من أول مرة، ويمكن حتى التحديد يعني عشان بالضبط. تطلع هيكل الرسمة أو الشيء اللي بترسمه صعب شوية. بالضبط. الحين أنت قاعد تحطين الألوان على اللوحة، لوحة الألوان صح؟ بالضبط. نورة أنا ودي أسألك، عادة يعني شفنا إن ما شاء الله أغلب رسوماتك وطنية، شنو السر وراء هالرسومات الوطنية اللي تحبينها دائما؟ طبعا السر وراء هاي الشيء إن لما الناس تشوفني لازم يعني لما الفن ككل رسالة صح. أوكي فلما أنا فنانة وأبي أوصل رسالة لازم لازم الناس تشوف نور شنو قاعدة تقدم، لأن أنا أمثل البحرين يعني أكيد. بالفن مالي أمثل البحرين، فلازم الناس تشوف أنا من وين جاية. صح. فهاي حضارتي لازم أقدمها للكل وأرويها. تنقلين صورة بلدك ووطنك من خلال رسوماتك الجميلة. أنا ما بسألك أكثر. يعني شكل من أسئلتك توقفين رأيتي. هي حين قاعد تحط كل الألوان. هاي كله حق الخلفية. ها يعني أوه يعني وراها شغل حمد. شي قاعد أقول لك. شكلها هي تبي تحب الهدوء هي. اي عاده نور ترسمين في اجواء الهدوء ولا عادي ترسمين مع شويه ازعاج حسب المزاج؟ بخلط الاحمر مع الازرق والاصفر. نور بقولك شغله بس عشان حتى المشاهدين يقدرون يشوفون شو اللي قاعد تطبقينه يكون افضل. اي الحين هاي مرحله تخلطين الالوان وتعرفين اللون اللي تبينه. بالضبط. تعرف النسب والله بهاللون تحط الابيض مع السلطه يعني. اي هاي اختيار كل الالوان عشان يطلع معي اللون البني. كله عشان لون البني. اي انا ما كنت اريد تدمج كل هالالوان عشان يطلع لون البني بس بس بعد ايوه اي بعد يحتاج تحتاجين بعد تحطين الوان. حمد من قبل جربت تخلط الالوان ولا انا ما جربت لكن يعني اتوقع بعد برنامج صيف البحرين راح نكون احنا انا وانتي بروفيشنال في في الرسم خلاص. لان خلاص عرفنا الرسم على كل الاشياء صح. رسم بالورقه مع الاستاذ اللي جاتنا يعني وتعلمنا. بكره ممكن نحط شي الرسامه ايمان مع الرسام حمد. الحين خلطتي الالوان نور؟ خلطت الالوان عشان يطلع معاي اللون اللي ابيه. حلو. أتوقع عملية الخلط بعد لازم تكون في دراية في دراسة نور صح، يعني عشان تعرفين اللون اللي تبينه تعرفين شنو الألوان اللي بتخلطينها صح. وبعض الأحيان تكون صعبة على اللي توا بيبتدي رسم فلازم يدرس هاي الشيء من قبل يعني يشوف فيديوهات تعليمية في اليوتيوب يشوف أشياء تعلمها قبل ما أنه يبتدي ويخلط الألوان. أكيد فناناتنا نور إحنا بنرجع لك بنكمل حلقاتنا وفقراتنا لكن بنرجع ونشوف العمل النهائي. لكن مشاهدينا خلونا ننتقل لفقرتنا الأسبوعية العلاج الطبيعي في هذا التقرير. مرحبا صباح الخير، معكم دكتور هاني مهدي حسن استشاري علاج طبيعي متخصص في تأهيل مشاكل العمود الفقري والساقين. اليوم بكلمكم عن موضوع مميز اللي هو مشاكل الحوض ومنطقة الأرداف وعلاقته بالظهر والركبة وأسفل القدم. منطقة الحوض هي المنطقة اللي يتكئ عليها العمود فتعتبر هي أساس العمود الفقري، وهي تربط بين العمود والركبتين والساق. فبما معنى آخر إن منطقة الحوض ممكن تتأثر من الساق أو الكاحل، ممكن تتأثر إذا عندك مشكلة في الركبتين، وممكن تتأثر إذا عندك ضعف في عضلات البطن أو الظهر. منطقة الحوض مهمة جداً لأن كثير من الناس ممكن لا يتصور إن عنده عدم اتزان في الحوض. الحوض لازم يكون متزن ويحمل وزن عمود ويوزعه بالتساوي على الساقين، لكن معظم مشاكل الحوض عندنا تنشأ من ضعف عضلات الأرداف الجانبية اللي هي تحمي الحوض من الجانب، فالحوض يميل إلى الأمام أو الخلف أو يميل إلى الجانبين، وبالتالي العمود نفسه يتأثر، العمود ينحني إلى الأمام ينحني إلى الجانبين، ومما يؤدي إلى مشاكل كثيرة منها الشد العضلي المزمن في أسفل الظهر، احتمال حدوث أكبر للانزلاق الغضروفي، عدم الراحة في الجلوس أو الوقوف، حتى للرياضيين الجري أو المشي أو أداء التمارين الرياضية ما يكون متزن أو بطريقة صحيحة، لأن الحوض نفسه اللي هو أساس ثبات العمود يكون غير متزن. فحص الظهر الأساسي، أول فحص اللي هو الانحناء للأمام ولمس القدمين مثل الركوع
مد اليدين الى الامام ونشوف الى وين يوصل. الطبيعي انه يكون في مسافه من 10 سنتي او اقل بين الصبعه الوسطى والارض، ويكون العمود في انحناء ناعم جدا. بس نلاحظ هنا في انحناء بعدين العمودي في خط مستقيم المفروض يكون كامل منحني، فهناك هاي دليل ان في شد في اسفل الظهر. انحناء بعدين ما في انحناء، يفقد الانحناء من هالمنطقه، معناته هناك مشكله في هذه المنطقه اللي هو شد العضلات طوليه للظهر. حياك فوق. بعدين الى الخلف. بعدين فحص الهاي، بقول لك ترفع القدم الى الامام، ها الى الامام، ها. بعدين ارفع قدم اليمنى الى الامام. ارفعها اعلى. فهالفحص طبيعي لان الحوض نزل، عادة الحوض ينزل اذا نرفع القدم الى الامام في نفس الجهة. ارفع القدم اليسرى. لاحظ هني ما نزل الحوض. كرر مرة ثانية. شوف الابهام الايسر ما نزل الحوض. ارفع اليمنى. شوف الحوض ينزل. اذا الحوض ينزل يكون طبيعي، في هالحركة لازم الحوض ينزل الى هذا. في هالحالة إذا ما نزل الحوض أثناء رفع القدم للأمام اللي هو أثناء المشي أو الجري، معناته هناك مشكلة في الحوض أو ريستريكشن أو قفل في مفصل الحوض الأيسر. زين، انحني للأمام ركوع. إلى الأعلى. بهدوء. مرة أخرى. نلاحظ أن يدي اليسار ارتفعت. في حال اذا الحوض يرتفع في الانحناء الامام المفروض الحوض ما يرتفع، ففي هذه الحاله ايضا الحوض اليسار ارتفع، فمعناته هناك مشكله في مفصل الحوض الايسر. حيا ممتاز. الحين النظريه الثانيه، خليك للجانب، هذه مهمه جدا. حلو. الحين فحص الظهر من الجانبين. منطقه الحوض ممكن تطيح الى الخلف، ممكن تكون في بعض الناس الى الامام. شنو اللي يتحكم في توازن الحوض؟ اربع عضلات. عضلات البطن من الامام، عضلات الظهر الطوليه من الخلف، عضلات الفخذ الخلفيه من الخلف، عضلات الفخذ الاماميه من الامام. هذه العضلات تلعب دور ميكانيكي في الحفاظ على توازن الحوض. معظم الناس عندهم ارتخاء في عضلات البطن وشد في عضلات الفخذ الخلفيه وشد قوي في عضلات فخذ الظهر الخلفيه. فلذلك تلاقي معظم الناس عندهم الحوض مايل للامام. في بعض الناس اللي عندهم فلات فوت او شد حاد في عضلات الفخذ الخلفيه يلاقي الحوض يميل الى الخلف، فيسبب ايضا مشاكل في اسفل الظهر. فاذا تقوس الظهر الطبيعي يعتمد على وضعيه الحوض، يعني الحوض يسبب معظم مشاكل اسفل الظهر الميكانيكيه. عودة مشاهدينا، يشهد طب الأسنان تطور مستمر، وعدسات الأسنان هي آخر ما توصل له الطب التجميلي. العدسات عبارة عن قشور رقيقة مصنوعة من الخزف أو البروسلين، ويتم لصقها على السطح الخارجي للأسنان للحصول على ابتسامة جذابة وأسنان متناسقة. العديد من الأشخاص صاروا يتوجهون إلى تجربة العدسات سواء للتجميل أو للعلاج. وللحديث أكثر عن عدسات الأسنان تنضم معنا في الاستوديو طبيبة الأسنان سوزي أبو عابد. صباح الخير. صباح النور، أهلا وسهلا فيكم، شرفتونا. يا هلا مرحبا دكتور. أهلا فيك. اليوم نقول صباح الابتسامة، لازم نتكلم عن العدسات أكيد اللاصقة وغيرها من الأمور. دكتور أكيد في البداية ودنا تعطينا فكرة أو نبذة عن آخر ما توصلتوا له من يمكن في عالم تجميل العدسات اللاصقة، وشنو اللي جديد في هالجانب؟ هلا العدسات تطورت كثير عبر الزمن، هي بلشت بالأساس عام 1928، وهاي المعلومة يمكن كثير ناس ما بيعرفوها. انها بلشت كثير زمان وبلشت بكاليفورنيا بهوليوود. نعم. لانه كانوا بعض الممثلين بيعانوا من مشاكل باسنانهم، فاضطروا يصمموا لهم تصاميم بدائيه بسيطه، صح، يحطوها فور ان اور اور تو اورز جست فتره تصوير ويشيلوها. كانت سيئه طبعا، ما بتلزق على الاسنان، ما بتقدر تكون تضاين، واحيانا كانت توقع بالتصوير، وهي من بعض النكات اللي كانوا يعني يقولون هالفنانين بالضبط، يضحكهم عليها. هلا لما صارت العدسات بالشكل الحالي تبعنا بلشت بعام 1982 لما اخترعوا الطريقه اللي يلزقوا فيها العدسه على سطح السن بشكل قوي وثابت ومستمر، وانك تقدر تاكل وهي موجوده في اسنانك. هذه هي كان هون المعضله. الحمد لله زي ما قالنا تطورت كثير، صارت المواد متعدده، خمل العدسه
بلش يرق من عام 1982 لهلا بتطوير المواد. صاروا يعملوها من اكثر اشياء، هي بلشت طبعا اكريليك، بعدين صارت بورسلين، بعدين بورسلين صار لامينيتد فينيرز، بعدين صار ليثيوم سيليكيت. يعني بلشوا شوي شوي يتطوروا بالمواد، تصير ارق اصلب واكثر التصاقا. الفكره منها كلها هي انك تحصل على ابتسامه جميله مصفوفه. صح. هي هالقد سهل الموضوع، سهل بالمبدا، ولكن التنفيذ يختلف من شخص لاخر. طبعا لازم نكون بعين الاعتبار انه الموضه شيء كثير حلو، وحلو الواحد يتبعها ويمشي معاها ويحصل على هالابتسامه، ولكن لازم التشخيص السليم قبل. اذا هو محتاج في البدايه لصف الاسنان بطريقه اضبط، لانه اذا عنده تراكب حنضطر نحف. صح. نيجي لهون السؤال اللي معظم الناس بتساله، لازم احف وما ابغى احف؟ موضوع الحف مش موضوع إرادة عند المريض قد ما هو موضوع إيش النتيجة بدها تطلع من الأسنان. صح. لوين بنوصل؟ أحياناً ننصح المريض يروح تقويم أول، يصف أسنان، يصف، يرتب، عشان يكونوا مرتبين والعملية سهلة تكون، وما نحف. نرجع لنقطة إنه إحنا بنحاول قدر الإمكان المحافظة على الأسنان الطبيعية قد ما نقدر من الأسنان. ممكن تكلمتي عن موضوع المحافظة على الأسنان، شو الفرق بين الموضوع وقت واحد شخص يروح يبي تجميلية وشخص يروح يبي علاجية؟ يعني في، هل في فرق بينهم؟ في فرق كتير كبير. أنا أحياناً بيجوني مرضى عندهم بالأساس مشاكل، يعني المشاكل اللي ظاهرة بأسنانهم مش الصفة، مش مشكلته بالصفة، مشكلته مثلاً بتفلور المينا، طبقة المينا غير مكتملة النمو أو فيها عيوب أو شوائب تتصبغ أكثر مع العمر، مع الوقت بيصير لونها أصفر على بني، تسوسات بتبلش، حشوات أمامية كتير، تدخين بطريقة كبيرة لدرجة أنه صارت الطبقة الخارجية للسن متصبغة تصبغ دائم، ما عاد يروح بالتبييض بسبب التدخين. نعم. فهاي المشاكل كلها يعتبر الفينيرز حل إلها، حل طبي أكثر ما هو حل تجميلي. أنت بتحفظ طبقة السن الخارجية من الزيادة بالمشاكل، لأنه كل حشوة بدك تشيلها بدك تغيرها مع الوقت رح تضطر تحف من السن. صح. عشان صح. تحط حشوة جديدة، فأنت لا، بتحمي السن بحشوته إذا كانت سطحية طبعاً، بتحميه من الخارج بطبقة الفينير اللي هي ممكن تحافظ عليه. التفلور المينا ما إله حل، وأحياناً كتير إذا كان كبير ما بيزبط فينير، نضطر نعمل تلبيسات. صح. بيعتمد على قديش الدرجة اللي وصلت لها. وأكيد يعني دكتورة التشخيص بعد يلعب دور في هالموضوع. هو هون الأساس لازم تشخيص الحالة. صح. أخذ الاحتياطات والاعتبارات بالعين، يعني الشخص شو، حتى الوظيفة بتختلف. صح. شو بيشتغل؟ وين الإكسبوجر تاعه للناس؟ قديش إيش هو لوين بده يوصل؟ هو حابب whitest brightest كذا؟ احنا بننصح طبعا، لانه في معايير لهاي الاشياء، معايير للون، للشكل، للديزاين، للديزاين الابتسامه، وكلها صارت هلا الحمد لله ديجيتال. صح. حتى احنا ما عشان تكون نتحدث. طبيعيه اكثر. بالعكس، بما يتناسب اكيد مع المريض. يعني دكتوره، نفس ما تفضلت وذكرتي، قلتي ان التشخيص لازم يكون من اولويات يمكن المريض اللي حاب انه، سواء كان تجميلي ولا علاجي. لكن لو بنتكلم بالنسبه حق الخطوات، لو انا جيتك العياده وقلت لك دكتوره انا محتاج ان اسوي اركب العدسات اللاصقه، شلون تتم مراحل الخطوات من البدايه لما تتم تركيب عمليه هذه العدسات؟ هلا انا بالنسبه لي اول جلسه دائما بتكون شرح تفصيلي عن الفينيرز. لازم تشرحي للمريض كل المعلومات، لازم يكون بالصوره شو بده يصير باسنانه. طب انا بعد ما احط الفينيرز كيف بدي اعتني فيهم؟ مش معنى انه انا حطيت فينيرز ما عاد اعتني باسناني، بالعكس. صح. انت بدك تعتني الدبل. يعني قديش بده يكون الموضوع بالبروسس كامله، قديش تكون متعبه، قديش تكون فيها شغل، قديش تكون سهله، كله بيعتمد على الشخص. انا اول دائما زياره بتكون شرح تفصيلي، وبتكون عباره عن توثيق للحاله، ناخذ صور فرونتال بروفايل، الاسنان شكلها كيف لما نفتح انترا اورال، كيف الاسنان كلها، كيف الشكل والعيوب، نشرح للمريض بشكل عام. صور اشعه عشان نتاكد ما في سوس. صح. في اشياء ما في اشياء داخل. دكتوره، خلينا نشوف اللقطات اللي موجوده ممكن تكون على الشاشه، ونتكلم عن طريقه يمكن المحافظه عليهم. تكلمتي عن الخطوات، طريقه شلون المحافظه عليهم بعد التركيب ممكن شلون تكون.
نفس ما تشوف دكتورة. هذه الحين شنو دكتورة؟ هذا إشي اسمه موقف. أنا كنت جايتك بعد هاي الخطوة. أول خطوة بناخذ قياسات مبدئية. حلو. أنا باخذ قياسات هاي في مرحلة الفحص. فحصنا المريضة كاملة انترا أورل، أخذنا لها أشعة، بناخذ مقاسات مبدئية نبعثها على المختبر، بيعملنا إشي اسمه واكسب أو موقف، اللي هو عبارة عن كيف أسنانك متوقعة تصير، عشان إحنا نكون دارسين الخطوات وين بدها توصل. رح يصير بروز، رح يصير خلل في سن، في سن رح يغلبنا ونحتاج مثلا انه نعمل له كراون مثلا، ما حيزبط فينيره، في مثلا اي مفاجآت بالعضه ممكن تتغير. كله هاد نشرحه للمريض قبل قبل ما يبلش العمليه. بعدين لما يوافق على الموكب ويوافق على الديزاين وعلى انه هذا الشكل اللي بده اياه، كثير مثلا مرضى بصير يقولوا لا انا حابه الاسنان هدول اطول شوي، انا حابه لا هدول يبينوا طبيعيين اكثر، حابه مثلا الاسنان اللي تحت ما تكون هالقد صغيره. نتناقش ومنعدل على اساس النتيجه النهائيه. يعني على حسب راي يعني المريض ورايك انت كانه والله ينفع لك ما وراي المختبر. تمام كمان، لانه المختبر اللي تكنيشن اللي حيبني الحاله لازم يكون انفولد. صح. هو بده يشوف الحاله قبل، لما يبنيها بايده بعد كيف بدها تصير، هو عنده رؤية كيف بدها تصير، فهو بيساعدني أكثر على أنه نقلل كمية الحف قدر الإمكان عشان نعطي النتيجة النهائية والنتيجة يعني دكتورة الأخر. يمكن دائما يقولون الأشخاص اللي يبون يركبون العدسات اللاصقة، وحمد احنا دائما نسمع ذي الشيء إنه احنا ما نبي يمكن يصير حف في الأسنان أو ما نبي نجيس أسناننا الطبيعية. مزبوط. فلو احتاجت الحالة إن تحفون الأسنان، هل يعني في طرق ثانية ممكن تسوونها بحيث إنه ما تتضرر الاسنان الطبيعيه؟ نعم، احنا كثير اوقات بنقول الاشياء اللي بتحتاج حف كثير هي الاسنان اللي فيها عاده تراكم، او عاده ما في سبيس، ما في وسع انه نفرد الاسنان بطريقه سليمه. هاي الحالات احنا دائما 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 بنصحهم بالتقويم اول. يعني روح تقويم لو سنه لو سنتين، استنى صف اسنانك مزبوط، طبيب التقويم بالتعاون معي بيوسع لي المسافات الصح اللي انا بدي اياها، صح، بحيث اني لما احط الفينيره ما اضطر احف. حلو. احنا بنعمل يعني يا دوب تشخيط بسيط لسطح السن عشان تلزق الفينيره بس. حف ما في ابدا. فنصيحتك ان لا يستعجلون وقت يروحون، ياخذون كل الاعتبارات. صح. عشان لا يعني يصير ضرر على اسنانه مهما. مزبوط. اكيد. خلينا نتكلم يمكن الفتره الزمنيه حق هذين العدسات، كل كم فتره يمكن تستبدالها؟ يعني ممكن ان هذه تنحط لمدة زمنية وبعدين تستبدل. نعم. فكم المدة؟ هلأ هي بالأساس مفروض تنحط وتحافظ عليها قدر الإمكان. في عدسات بتعيش 20 سنة، ما شاء الله. في عدسات بتعيش 15، في عدسات بتعيش 10. كله بيعتمد على حسب علاقتها باللثة. لازم تكون سليمة 100%. الأورال هايجين تاع المريض قديش بنظف، هذا أساس وعامل كتير مهم بالحفاظ عليها فترة طويلة، لأنه هي زي ما قلت لكم أسطح زيادة على الأسنان. صح. فبتحتاج تنظيف زيادة عن أسطح العادية وعناية أكثر. وعناية أكثر، المتابعة الدورية عند الطبيب، مدة زمنية معينة أنا ما بقدر أقول لك عليها، لأنه زي ما قلت لك هي كلها بتعتمد على الشخص قديش بيعتني بأسنانه. وممكن تقعد كتير سنين طويلة. أنا يعني في أنا عندي خالتي عاملة عدسات من 90 لهلأ موجودة. ما شاء الله. فأنت ما بتقدر تقول إنه إلها عمر معين افتراضي. طبعا اذا صار فيها اي خلل ممكن تتغير العدسه لحالها، هي لانها مش مربوطه ببعض. دكتوره هاي السؤال اللي كنت ابي اقول لك، في حال سقوط يمكن عدسه من العدسات اللاصقه حق الاسنان، ففي هالحال شنو ممكن يسوي المريض؟ منعيد وحده. تعيدين الوحده؟ الوحده ما يعني ما راح يكون في اي شيء مثل مختلف أبداً عن العمليه ابدا السابقة. ابدا، لانه بتكون الحاله كاني انا عم بعمل سن واحد في اسنان عاديه. حلو. بحاول قدر الامكان اتبع نفس اللون، نفس الطريقه، نفس ديزاين، حتى لو معمول عند حدا غيري. عشان هيك بقول لهم انه بغض النظر عن كفاله او ضمان المحل اللي بيعطيك اياها، انت وانس انه عدساتك وقعت او صار فيها مشكله لازم تعرف شو السبب. نعالج السبب الرئيسي. هي مش مفروض توقع. صح. مش مفروض تتغير لونها. مش مفروض تتحرك من مكانها. اذا صار هذا الحديث لازم نعرف شو السبب. يا اما سبب مثلا خلل بوقت التركيب، خلل بطريقة التصاقها بالسن، أو ممكن نقول عادة أحياناً عند المريض. في أمراض كتير ناس كتير عندهم عادات، مثلاً بيعض على أسنانه كتير بالليل، بحرك فكه بطريقة لا، في ناس بتمسك الألم لا شعورياً تكون حاططها بتمه، في ناس بتاكل بطريقة معينة
لانه العدسات بدها كمان اسلوب وطريقه معينه وعنايه بالنظافه. يمكن اخر سؤال بنساله طريقه يمكن ما تكلمنا عن طريقه العنايه بالعدسات وطريقه تنظيفها بعد، اكيد ممكن يكون في اختلاف عن تنظيف العادي. هلا هي زي ما قلت لك هي طريقه تنظيفها نفس طريقه تنظيف الاسنان العاديه لكن بدنا زياده شوي، يعني استخدام الخيط اساسي اساسي اساسي، وبالذات بالناس اللي عاملين بس اللي ما اضطرينا نحف ولا شيء وبس من برا، لانه سطوح التقاء الاسنان بالنص هي سطوح التقاء الاسنان الطبيعيه. صح. وانت طالما بيضه من برا مش حتشوف اي مشاكل صارت عندك. لازم الخيط، لازم الفرشاه بانتظام بعد كل وجبه، واهم شيء اهم شيء وانا بنصح فيه كثير مرضى صراحه اللي هو الووتر جت. الووتر جت من الاشياء اللي العلم وفر لنا اياها، جهاز بسيط في البيت قبل ما تنام بتبخ كل مناطق ما بين الأسنان. هاي كتير بتساعد الناس اللي عندهم تركيبات بشكل عام، سواء كانت فينير، جسور، زرعات. هاي بتنظف كل شيء تحت هاي السطوح، وهذا كتير اختراع فظيع صراحة، وكتير بيساعد كتير مرضى بالعناية بهاي الأشياء التجميلية. يعني دكتور احنا نقدر نقول حق المشاهدين في بداية يمكن إذا حابين تسوون هذه العلاجة وحابين تسوون هذه النوع من التجميل، أول شيء يتم التشخيص بطريقة صحيحة وتروحون حق الدكتور المختص اللي فعلا راح يدركم على الطريق الصحيح، وبعدها راح يتم في مناقشات أكيد بين الطبيب وبين المريض ليتم التوصل إلى مرحلة يمكن ترضي المريض وأيضا الدكتور يكون راضي عنها. تمام. فأكيد دكتور نشكر تواجدك وحضورك معنا، يعني دكتورة سوزي أبو عابد فعلا اليوم المشاهدين استفادوا، لأن في وايد تساؤلات حمل كانوا الناس يسألونها، هل وقت تركيب العدسات اللاصقة الأسنان التجميلية لازم نحف الأسنان؟ فاليوم أنتي جاوبتي على موضوع مشيق صراحة. شكرا لاستضافتكم. شكرا لك. ومن علاج وتجميل الأسنان ننتقل إلى فقرتنا التالية. أقامت مدرسة شويفات الدولية حفل تخرج لأبنائها الطلبة مع مراعاة كل الاحتياجات أو الاحتياطات اللازمة اللي أشاد فيها فريق البحرين لإزالة كورونا. طبعا تفاصيل أكثر تلاقونها في التقرير التالي. في ظل جائحة كورونا ألغيت العديد من حفلات التخرج التقليدية، وبدلا من ذلك حصل خريجو عام 2020 على مراسم مبتكرة من نوعها تتماشى مع القيود اللي فرضتها الجائحة. لذلك أقامت مدرسة الشويفات الدولية لخريجي مرحلة الثانوية حفل تخرج مبتكر في الساحة الخلفية للمدرسة. تجربة فريدة من نوعها، خططنا لها من شهر ونص، أخذنا كل الموافقات المطلوبة ضمن الرولز الموجودة أو القوانين الموجودة بالبلد، وشفتوها وكنا شهدنا نجاحها وتقيد الأهل والطلاب بالقيود المطلوبة حتى نقدم أحسن شيء ممكن، وإن شاء الله يوصلوا للعالم وللجامعات ويعطوا أفضل شيء للعالم ويرجعوا على البحرين ويكونوا مع النهضة، مواكبين النهضة الموجودة بالبحرين. تميز الحفل اللي شهد تخرج 55 طالب بالتزامه لقواعد التباعد الاجتماعي بهدف التقليل من خطر التعرض لفيروس كورونا المستجد. احنا فخورين بتخرج الفوج 11 من مدرسة الشويفات الدولية في البحرين. اضطرينا هالسنة نحتفل فيهم بشكل مختلف بهيئة مختلفة شوي، بس أعتقد أن الفرحة والمشاعر اللي مرتبطة بهالاحتفال لا زالت نفس ما هي، ويمكن بشكل أقوى هالسنة بعد. احنا نتمنى نشوفهم طبعا بأعلى المراكز والمراتب، وكلنا أمل فيهم، وبنفس الوقت طبعا فرحانين مع الأهل يتخرج عيالهم، وبالرغم من الظروف قدرنا نحتفل فيهم بالأخير نفس كل سنة، لابد أنه هو بشكل مختلف شوي، بس بالأخير احتفلنا فيهم فرحنا فيهم نفس كل سنة. بقي الطلبة في سياراتهم مع عائلاتهم وارتدوا كمامات الوجه عند صعودهم إلى المسرح لاستلام الشهادات مع مراعاة التباعد الاجتماعي. We'll be right back.
أكيد مبارك لكل الطلبة المتخرجين خلال هذا العام. مشاهدينا دائما في موسم الصيف تزيد المناسبات الجميلة ومنها العراس، ومثل ما تعرفون احنا في وضع استثنائي هذا العام، ولازم العروس تكون راقية وأنيقة وتكون طلتها حلوة وخفيفة. ففي حفلة تختصر فقط على أهل المنزل يعني لازم يكون في مراعاة لوضع المكياج. فللحديث أكثر حول الموضوع معنا خبيرة التجميل فاطمة الدوسري. صبحك الله بالخير، يا هلا ويا مرحبا. نور، يا هلا ومرحبا. أهلين. يعني فاطمة، اليوم بنتكلم في موضوع شوية مهم، ويمكن الكثير من البنات اللي حابين يعرفون ويتعلمون أكثر ويستفيدون من هالفقرة، اللي هو نقدر نقول عروس في زمن الكورونا. صح. خبرنا اليوم بالبداية بشكل عام، شو لازم يكون لك العروس لما تكون حفلة بسيطة وخفيفة في البيت؟ طبعا أنا بشكل عام لك العروس اللي أنا أسويه ناعم. أحب البنت لما تشوف ألبومها سواء عقب سنة سنتين 10 سنوات تكون راضية على اللوك، بدل اللوكات القديمة اللي كنا نسويها لوكات القوسقوسة حسميها. فالحين حالاتها الألوان تكون وايد هادئة، مثلا الورديات، درجات البيج واللؤلؤي، درجات النود بشكل عام، والميك اب يكون وايد هادئ يظهر ملامحها أكثر، يعني جمال أكثر. أيوة. طيب يعني نبتعد عن المبالغة. صح. فاطمة، احنا في هالتقرير راح نتعرف أكثر عن لوك العروس، بنشوفها مع بعض وأكيد بنرجع نكمل ونسالف عنه. يعني خلينا نشوف التقرير بس يطلعونه لنا الجماعة. يعني فاطمة، نسمع قاعد نشوف هالتقرير والفيديو الجميل، كلمينا عن هذه الخطوات الجميلة اللي سويتيها حق لك العروس. طبعا هذه من الأرشيفات أنا طلعتها. هاي أسراري كنت معطتها في دوراتي يعني، بس قلت اللوك وايد مناسب في هالوقت اللي احنا فيه، فحبيت أن المشاهدات طبعا يستفيدون، لأن هم في البيت يسوون الميك اب يمكن بنفسهم. صح. صعب جدا أن يحصلون أحد يمكيجهم. فأول شيء خطوات الترطيب جدا مهمة، كتهيئة البشرة قبل الفونديشن، ترطيب تحت العين حق الكونسيلر، الألوان اللي استخدمتها فوق معقة الموضوع، فقط لونين، لون البني هو أساسي نركز عليه أكثر في هاي المنطقة، وعندنا اللون الروز جولد دمجت فيه، يعني حسيته أحلى، يعني ما يكون وردي وايد صريح. صح. أو يكون ذهبي، روز جولد بيكون وايد مناسب حق الفستان الأبيض. صح. يعني فاطمة، يمكن في بعض الخطوات اللي تسوينها فعلا يمكن العروس في زمن الكورونا يكون صعب عليها ان هي تطبق هالخطوات. صح. فانا شفت هالفيديو ترى وايد مناسب لهم، ان انا ما عقدت الموضوع واستخدمت وايد باليتات شادو وشادو، مجرد بس لونين تحطينه وتدمجين وتركزين على الرموش راح يبرز جمال العين اكثر. لو لاحظتي حتى العارضة ما لبستها عدسات طبيعية. صح. في ناس مثلا يلبسون، انا افضل ان تكون مثلا درجات البني الغامجة أو لون عينك بيكون وايد أرقى وأحلى. ففي خطوات معينة أنا سويتها من ناحية تغطية الفونديشن والكونتورينج، كونتور بشكل مو بمعقد، يعني سهل حق الكل. يعني إحنا مثلا لا، مثلا عندنا خطوات معينة في الكونتور. صح. نبرز الخدود شوية، نضعف الوي، بس أنت في البيت على الأقل سويت الخطوات الأساسية ستريت وخلاص. أيوة. فاستخدمت الكريمي طبعا الفونديشن خلينا نقول شوي يكون كفرة أعلى، لأن عندها يمكن تصوير أو شيء، مناسباتها تكون صغيرة أو هي بس مركزة على الفوتوشوت. والكونتورينج لازم يكون كريمي، يعني حق لوك التصوير لازم تسوينه دبل، يعني
كونتور كريمي فوق احطي كونتور مثلا بودره يكون احسن، لان وقت التصوير أكثر. ايوه اي وقت التصوير لما هي تشوف صورها بعدين وحتى في الايديتنج الميك اب يطلع مرتب اكثر اكثر حلو. يعني فاطمه يعني لان العروسه تحط مكياجها يمكن بروحها، بالنسبه حق يعني البنات اللي كلش ما عندهم خلفيه انهم كلش يتمكجون، يعني دائما متعودين ان خبيرات التجميل متوفرات يمكن دايم صح. ففي هذه المناسبه في ظل هالاوضاع يمكن صعب على البنت انها تتميز تتمكيج او يعني تتميز بلوك يكون مختلف عن العاده اللي هي تتمكيج فيه، فشنو الاشياء المهمه اللي لازم تركز عليها العروس في وضع المكياج؟ اي مثل ما قلت لك التغطيه، على الاقل الفونديشن يكون مرتب وصحيح ومغطي كل العيوب اللي موجوده في الوي، واهم شيء رسمه الحاجب. ترى حتى اذا ما تبين تحطين شادو وتحطين بس لون واحد كذي بني ترى بيطلع مرتب وايد حلو. الحاجب لا يكون بشكل مربع، خلي يكون طبيعي اكثر، شعيرات متطايره مثلا، ويكون فاتح الحاجب يكون فاتح. ايوه دائما عشان ما تغمجين يمكن يعطيك ملامح حاده صح. يعني فاطمه يمكن بالنسبه حق البشرات المختلفه الالوان، يعني في بنات يمكن بشرتهم شويه تكون على حمطيه على سمار، وشوي في بنات تكون بشرتهم على بياض اكثر، فهل الالوان المكياج تختلف بالنسبه حق العروس في هالجانب من ناحيه الشادو؟ الشادو مثل ما قلت لك نقدر نعتمد الوان، هاي الالوان اللي قلت لك عنها راح يتناسبون مع الكل كل البشرات، ودائما الالوان اللي انا حطيتها الحين روز جولد هو الحين صاير الموسم، يعني ان الناس وايد قاعد يركزون عليه حتى تشوف الطلب كان يعني في الاونه الاخيره كله يبون الروز جولد ما يبون غيره صح. مكتسح فعلا الروز جولد يعني هالفتره مكتسحه بكثره. يعني فاطمه بالنسبه حق يمكن رسمه العين الاي شادو، هل بالنسبه حق العروس تهتم بوضع الكحل يعني ولا يكون سموكي خفيف ولا يكون من غير كحل تعتمد بس على الرموش؟ السموكي خلاص خلاص ما يسوون العرايس إيه لا كثر ما يقدرون الحين صايرين ما يحطون اي لاينر ولا يحطون كحل، على حسب طبعا عين العارضه ترى ناعسة عينها ترى صعبة في الميك جدا إيه. فأنا طريقة الشادو اللي أنا سويت أن أنا رفعت من وراء الشادو البني رفعت عينها على فوق، وأيضا اختياري للرمش هو اللي راح يعطيني دور أكبر، لأن الرموش في هاي الفترة صاروا هما يغنون عن الآيلاينر صح. إيه. المنبت ماله يكون مثلا غامج خلاص يعطيك شكل الآيلاينر اللي أنت تبينه. العين الناعسة لازم تحاسبين فيها أن الرمش ما يكون وايد ثقيل صح. أو أنه يكون كله على مستوى واحد، حالات أنه على جنب يكون أطول عشان يرفع العين، العين ويسحبها أي. أكثر. فاطمة تكلمتي عن الرموش، يمكن إحنا عندنا كناس ما قاعد نشوف حتى في الفيديو أي. الرموش تعتبر من الخطوات المهمة بالنسبة حق العروس، لأن في النهاية تبي تتميز في هذا اليوم المميز لها. شلون العروس تختار يمكن الرمش اللي يكون مناسب حق عينها؟ في بعض يعني يمكن بنات عيونهم صغيرة، نفسي انا عاني مع الرموش لازم اقص الرمش، يعني لازم اقص نصه نصه بس اللي اركبه على عيني، فشلون العروس تقدر تختار الرمش المناسب حق عينها؟ احنا توسعنا في مجال الرموش وايد، يعني مثلا ما عندنا الحين رمش ولا رمشين بس نعتمدهم على الكل، يعني انا مسوي يمكن 20 نوع من الرموش اي، فكل وحده تتناسب مع عين معين. مثل ما قلت لك العين الناعسه ما بتستحمل الرموش تكون وايد ثقيله، حالاتها على الطرف تكون اطول. عينك انتي حب ادقق فيك اي تكفين ترى ممكن انك انت تستخدمين بعد يكون اطول من ورا بس تحطينه على الجفن فوق عشان يوسع عينك ويكبرها اي. في مثلا خلينا نقول اي نفس عيني احنا صايرين المودلز الحين ما شاء الله عيونك تينن حبيبتي عينك الحلوه. بالنسبة حق شكل عيني يتناسب معها وايد أرقام. عندنا مثلا تكون كلها صفة واحدة، تكون مثلا متفرقة الشعر متطاير مثلا فوق وتحت، الستايلات الجديدة اللي الحين هابين فيها. بالنسبة مثلا شكل عينك تاخذين الرمش تقولين الرمش ذي مثلا لازم أقصه، طبعا طريقة القص تكون من قدام ما تكون من ورا وتخربين شكل الرمش اي، وكثر ما تقدرين حطيه على الجفن فوق عشان توسعين عينك. معلومة جديدة. العين الصغيرة ما تستحمل ترى الرموش تكون اوفر. صح انا ما استحمل، انا احس من احط الرموش الثقال عيوني سموكي. تنزل اي عيوني عينك تنزل. كلها بتكون غامجة. الحين في هالوقت كل البنات يعني ستايلهم صاير الرمش يكون وايد طبيعي وناعم عشان الاي شادو بعد يبين معه يبرز اكثر يعني صح. هذه لوك النهائي فاطمه حق العروس اللي سويتي ما شاء الله لوك خفيف حلو جميل لوك خفيف وناعم وهاي المطلوب الحين وهاي وايد يميل حق ذوقي انا
يعني في الميك اب تميل حق كل اذواق البنات صدقيني. الحمد لله. يعني فعلا العروس كذي بترتاح وتطمن ان صورها بتطلع حلوه. صح. ولا تحاتين يعني ان شاء الله اذا اتبعتي الخطوات المناسبه نفس ما قالت فاطمه ومكشتي نفسك بطريقه بسيطه خفيفه بس ركزين على بعض الامور اكيد راح يعني يبين تبين الملامح اكثر. فاطمه بس اكيد ودي اسالك هالسؤال بالنسبه حق لون الحمراء. أيه؟ العروس دائما يعني انا صديقاتي وقت العرس كلي يقولوا احط اللون الفاتح ولا اللون الغامج ولا اللون بين اللي احمر. لا لا مو احمر لا ابتعدنا عن اللون الاحمر خلاص. بس دائما صديقاتي والبنات يعانون من لون الحمراء اللي بيحطونها بالنسبه حق العروس. صح. فشنو اللون المناسب اللي ناس ما بنرجع نقول اذا البنت شافت البوم عرسها ما تحس انه فعلا كان ذي المكياج خلاص راحت ايامه. صح. انا طبعا الذوق العام يعني يعجبني اسال الناس مثل شو تحبون. طبعا ذا الاحمر احط يدي على راسي. لا ما في احد يحب الاحمر الحين خلاص. يعني انا حاطه روز جولد وهني احمر احس لا. بس في ناس ترى يناسبهم على حسب بس نادرا. بشكل عام درجات المشمشي او درجات الوردي اللون اللي تحطته حلو. أنا ايمان هذا بعد حلو مع جلوسي شويه بيطلع راقي. هاي افضل شيء. هذه يعني افضل الالوان بالنسبه حق العروس. وبالنسبه حق البلاشر هل تزيد يعني نسبه البلاشر ولا تخليها تكون بس لون موحد بسيط نفس الاورنج خلينا نقول اورنج بينك. اورنج يعني وردي على اللون المشمشي بيكون وايد مناسب. مو بحلو انها تحط نفس لون الكونتور وتزيد كذي وايد ما راح يطلع حلو عليها. ما راح يعطيها وياها ما راح يكون منور. عرفتي الوردي دائما ينور. وحتى بخصوص ترى الباقه انا اشوف الكل قاعد يسوي على اوف وايت او بيضه على اساس ما يتقيدون وايد بالميك اب. فهاي الالوان بتكون جدا مناسبه بالنسبه. بس البلاشر لازم يدققون. يعني مثلا اذا كانت وياها شويه مليان مو حلو وايد تحط بلاشر. اذا كان وياها ضعيف تقدر تزايد تحط حتى اي خشم عادي. كيفها فاطمه؟ يعني ما شاء الله الحين مع التوتوريالز ومع السوشيال ميديا ما شاء الله كل البنات صاروا يعرفون يحطون المكياج ويتبعون يمكن كثير من الاشخاص اللي يتعلمون منهم في السوشيال ميديا. صح. او حتى في اليوتيوب. في بنات يمكن يسوون الخطوات الصحيحه بس يعني ما يكون المكياج نظيف ومرتب. فلما تشوف نفسها بعدين في التصوير تقول انا سويت كل الخطوات صح ليش طلع المكياج كذي؟ فشنو السبب وراء هالغلطه اللي دائما يغلطونها البنات؟ طبعا الحمد لله ان عندنا الحين سوشيال ميديا. صح ولا لا؟ رجعي لي كلمي تعالي حاجوني راح يستفيدون. والله انا بالعكس مو مقصره صراحه. اللي يدشون علي دايركت احاول كثر ما اقدر ان انا انصحهم. بس الحمد لله انه موجود الانستغرام موجود اليوتيوب يقدرون يتطلعون ويتذكرون شو الخطوات اللي احنا نسويها. مثل ما قلت لك ما يصير بس فونديشن واحد واحطه على تخويه فيه وخلاص. في خطوات ثانيه من تنوير من كونتور. الكونتور والتنوير وايد يعطي جمال حق الميك اب. مو مهم الشادو. يعني اذا هي صدق توهقت في البيت مو عارفه تحط مو مهم حطي لي حتى لو لون كونتور على عينك رمش بسيط ناعم. والميك اب يكون نظيف. اهم شيء البشره والفونديشن يكون مرتب ونظيف. حلو. يعني تعتمد على يمكن خلينا نقول على الاساس. نرجع ونقول على الاساس. صح. والحواجب انت تركزين دائما على الحواجب. لما صدقيني لو هاي مثلا مكياجي وسويت حواجبي مربعه ما ادري ايش اطلع. شلون يرسمون الحواجب بطريقه تميزهم؟ يعني بالنسبه حق البنات مثلا يرسمون على الحاجب نفسه بس. صح. في بعض خبيرات التجميل انا اشوفهم لا يحبون يطولون شويه من النهايه ولا يطلعون شويه بشعره شعره من جدها. فشنو احنا نغير من الشكل. بس تقدر هي ترسم على حواجبها الطبيعيه. بس انا اول شيء لازم تسويه تستخدم المسكره الشفافه مثل ما عرضناه في التوتوريال. المسكره الشفافه وايد بتساعد 50% من شغل الحاجب. ترفع الحاجب على فوق فانت راح تشوفين وين الفراغات اللي موجوده وتعبين الفراغ. مثلا تبين تطولين من ورا لا تلونينه كامل. صح. حالاته من قدام يكون خفيف طبيعي. متدرج للنهايه. هذه دائما احنا نركز عليه ودائما انت تركزين عليه. صح. يعني فاطمه اليوم يمكن شرحتي حق البنات بالنسبه حق المقبلات على الزواج في زمن الكورونا. صح. طريقه وضع المكياج وشنو الامور اللي يهتمون فيها. وفعلا استفدنا انا شخصيا استفدت اهم شيء رسمه الحواجب. أيه. ونبتعد عن اللون الاحمر. نبتعد عن اللون الاحمر ان شاء الله. كانوا استفادوا يعني من هاي الفقره والتوتوريال اللي احنا سويناه. اكيد استفادوا لان انا شخصيا مستفيده ومستمتعه معك. كل اثنين استمتع معك بهالمواضيع الجديده اللي تبينها لنا اكيد في صيف البحرين. وانتظروا بعد الفقره الجايه ان شاء الله. شكرا لك فاطمه. نشوفك ان شاء الله الاسبوع الجاي. نور وين وصلنا في الرسمه؟ نرجع حق نور. باقي الحين التفاصيل الاخيره بنضيف الاصفر وشوي من البني هنا.
ما شاء الله ما شاء الله، رسمة جدا جميلة فعلا، صقر جميل. وحبيت شلون ركزتي على الألوان ودمجتيها مع بعض، احنا هديناك في أقل من نص ساعة ما شاء الله نور، وشفنا هالإبداعات كلها. فأكيد أنا راح أرجع لك ونرجع لك أنا وحمد، بس مشاهدينا خلونا نطلع هذا الفاصل القصير وبعدها نستكمل باقي محطاتنا في صيف البحرين. عودة لكم من جديد مع فنانتنا التشكيلية نور، اللي بدعت اليوم صراحة صورة ولا أروع. أول مرة أشوف صقر وسيم. إيه ما شاء الله. وسيم صراحة. بدعت نور ما شاء الله نور، يعني إحنا هديناك يمكن أقول لها حمد قبل شوي هديناك في وقت وايد قد. إيه بس ما شاء الله عليك، يعني من اللوحة بيضة حولتيها لرسمة وفن وإبداع. ما نبي نحسدها ما شاء الله. لا لا ما شاء الله ما شاء الله أكيد. وين وصلتي نور؟ خبرينا شنو اللي بقى؟ وصلت للفاينل تاتشز، الحين اضيف الريش يعني الصغير، التفاصيل البسيطه اللي تكون بالضبط في الصقر. فبضيف الابيض مع البني شوي الحين واكون يعني خلصت من اللوحه. يعني اتذكرها كانت تخلط اللون البني، ايش طلع الازرق والاصفر والابيض ما شاء الله ما شاء الله عليك. حلو بعد لمسه صفر. اي انا وايد حبيت قبل شوي كنت اقول لها حبيت اللون الاصفر. نور عاده ايش كثر ياخذك وقت اللي ترسمين اي لوحه؟ حسب تفاصيل اللوحه نفسها. يعني مثلا البورتريت ياخذ لي من يوم لثلاثة ايام، حسب الحجم بعد، حسب التفاصيل، حسب الستايل. يعني الواقعي يختلف عن التجريدي، يختلف عن مثلا بعد الالوان اللوحه اذا برسمها بالوان يختلف عن اذا كانت ملونه او ابيض واسود. صح فيها شغل اكثر. نور بعد هاي الابداعات اللي شفتها ويعني اللوحات اللي موجوده عندك، ما فكرتي تشاركين في معارض، تشاركين في يعني مسابقات؟ شاركتي ولكن معرض تعرضين فيه ذي كل هاي الابداعات، لان كذا شيء يونيك اكثر من انه هو بس رسم، يعني حتى الفكره نفسها وايد مبدعة. والله شاركت في معارض وايد، منها معرض مصر في عيون العالم بجمهورية مصر، معرض الحضارات في فنلندا، شاركت في مسابقة تورانس العالمية في أمريكا، و بس معرض خاص فيني ولا للحين ما ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. هل في خطط مستقبليه انك تجهزين حق معرضك الخاص؟ والله في من الخطط يعني، بس لحد الحين قاعده اشتغل على الشيء. حلو اكيد، لان حمد مع الدراسه ومع الرسم اكيد هاي يبي له وقت ويبي له ان الواحد يتفرغ. صح نور، ودي اسالك اليوم، يعني السوشيال ميديا وايد يساعد في ان الواحد ينشر يمكن فنه وثقافته والاشياء اللي يحبها، هل فكرتي تنقلين هذه الرسومات واللوحات في عالم السوشيال ميديا والناس حتى تستفيد من خبرتك في هالمجال؟ اي استعمل الانستغرام في انه احط الرسمات اللي ارسمها، وهناك يعني احصل تشجيع وايد من الاهل من الاصدقاء من الناس اللي تابعني من البحرين او من خارج البحرين، ويعني احصل منهم دعم، وهاي شيء يعني يشجعني ويتمكس مي يعني موف فورورد تو دفع للامام نستخدم في هالعالم والمجال. يعني ما شاء الله حمد. طبعا بما ان قلتي السوشيال ميديا اتوقع الكنترول اوريدي طقوا لايك خلاص حطوا لايك طقوا لايك عليها والله احنا اللي مستمتعين نبي نطق لايكات على الصوره. ما شاء الله الابداع الحين نشوف في هاي التفاصيل البسيطه، دائما الاشياء البسيطه حمد يمكن تطلع جماليه اكثر في اللوحه، تطلع جماليه اكثر في الجمالية. الفن صح. وخصوصا لما شفت صورها قالت لما ابتدت شفتي التطور. اي ما شاء الله مثل ما اقول الريفولوشن مالها، يعني بدت كذي، لكن شوف الواحد وين يقدر يوصل بابداعاته والتمرين كل يوم. صح. براكتس ميكس بيرفكت، يعني كل يوم تتدرب عشان انت توصل لمستويات ما شاء الله. يعني نور انت ذكرتي يمكن في بدايه اللقاء انه يعني دخلتي يمكن مركز الموهوبين عشان تصقلين وتدعمين موهبتك اكثر، هل انت شخصيا كنتي في البيت تتابعين بعض اعمال الفنانين في اليوتيوب ولا في القنوات الخاصه فيهم وتشوفين شنو الجديد في عالم الرسم؟ صراحه ذاك الوقت كنت صغيره يعني صف الرابع ولا كان في هاي التوسع في السوشيال ميديا، بس لما كبرت شوي اي يعني ساعدني اليوتيوب انه اتعلم اشياء مثلا ما اعرف اسويها او ان طريقه محدده اتبعها عشان اوصل حق شيء معين ابي في اللوحه. حلو بس كذي اكون خلصت. اوكي
ما شاء الله، هذه الشكل النهائي والرسم النهائية. خلين بس الجمهور يشوفونها والمشاهدين. ما شاء الله، طبعا طلعت تجريدية اكثر من انها تكون واقعية، بس لا جدا جميلة ومعبرة. اتوقع في بيت تكون معلقة مع ديكور حلو. صح. انا وايد حب اللون الاصفر اللي في الرسمة. عطى اللوحة يمكن روح اكثر. صح صح. والازرق بما انه صباحي احنا دائما الالوان صباحية اليوم مختارة. نور، هذه الصورة شفتيها في مكان وحبيتي ترسمينها ولا كانت من مخيلتك؟ شفتها في مكان وحبيتي أطبقها بالضبط. دائما تختارين أشياء من مخيلتك أو مثلا تشوفين شيء وتعدلين عليه، ولا دائما تكون في شيء يلهمك عشان ترسمين هذه الرسمة؟ صعب أطبق اللي في مخيلتي، بس إنه ممكن تكون عندي أفكار وأحورها، يعني أشوف صور اللي تخليني احور الفكره مالتي واطبقها. يعني مثلا اخلط صورتين مع بعض، ثلاث صور، او ان اطبق صوره بس مو كوبي بيست، طريقه مشابهه لها تقريبا. طريقه مشابهه. شكرا لك نور، صراحه اليوم شرفتينا حضورك وابداعاتك اللي موجوده فعلاً. اكيد يعني الناس زينتي الاستوديو بهالرسمات الحلوه. والناس اكيد تشوف الابداع وتقدر هذه الشيء، ونتمنى لك كل التوفيق. شكرا لك نور، يعطيك العافيه. الله يعافيك. خلصت ساعتنا مشاهدينا، نشوفكم باكر على نفس الموعد، ومع السلامه. مع السلامه.